نوفمبر 2013 بيبر 1 فاريانت 1. والسؤال ال 13 بيقول لي السؤال هنا شوية عن الكاينيتيك ثيوري، بيقول لي the diagram shows a sealed jar containing a gas. Which statement about the gas in the jar is correct? The gas molecules collide with. طبعا مديني شوية عبارات، تعالوا نشوف العبارات بتتمحور حوالين ايه. انا عندي هنا جاز وهنا نفس الجاز بنفس الكمية بنفس كل شيء، بس هنا يا جماعة في hot وهنا cold. اللي هنلاحظه، هتلاحظ يا جماعة ان المولكيولز في الوسط الساخن الهوت بتبدأ انها تموف فاستر وتخبط اقوى stronger ومور فريكوينت مع الانر ووز اوف ذا كونتينر، بينما الكولد زي ما انتم شايفين المولكيولز بتتحرك بالراحه وبتخبط اضعف ولس فريكوينت مع الانر ووز اوف ذا كونتينر. طبعا يا جماعه التخبيط ده معناه ان كل ما زاد التمبرتشر كل ما هيزيد البريشر. ما هو السخونه يا جماعه ادت المولكيولز كاينيتيك انرجي، فهي السبب في هذا التخبيط السريع والقوي، فبالتالي البريشر هيزيد. اذا كلما زاد التمبرتشر كلما زاد البريشر. ده هيخلينا the gas molecules move more slowly when temperature increase. طبعا غلط، الهاي تمبرتشر يا جماعه بتخلي المولكيولز تو موف فاست. The pressure of the gas decrease when temperature increase. لا غلط، العكس، لما التمبرتشر بتزيد البريشر كمان بيزيد. The pressure of the gas is higher at the top of the jar than at the bottom of the jar. يعني البريشر فوق اعلى من تحت. ما خدناش عمرنا حاجة بالشكل ده، انما يا جماعة الإجابة الصحيحة والعبارة الصحيحة هي the gas molecules collide بتخبط with the inner sides of the jar more often as the temperature increases. لما التمبرتشر بتزيد المولكيولز هتخبط مع الانر وولز اوف ذا جار بشكل اكبر او ب يعني فريكوانسي اعلى.